اللغه تبع المستكشفه وتبع البروزر سيرفر هو اللي يحدد بعدها طبيعه نوع الطبيعه. اوكي اذا سويناها تعتبر جافا سكريبت عباره عن اوبجيكت اورينتد او اوبجيكت بيست كلاس ميس. هل تعتبر جافا سكريبت اوبجيكت اورينتد فل اوبجيكت اورينتد؟ لا تعتبر اوبجيكت بيست موديل لانها ما عندهاش كلاس وما تدعمش من هذه الزينس ما تدعمش من الكوميزيشن. عندما أقول ملسلي يعني أنا أعطي الآن ذكرى ما أقول ضدار X الآن ما عرفت المضيئة قدر أن أعطي قيمة بعد الأحمد X تساوي 10 أو X تساوي 10 دعم 10 بين كوتيشنز مع طول الآن هو الاسلي أو رب استخدمه في داخل E function داخل E method قدر ما رشنا قيمة إلى هذا المضيئة يعتبر الديمي تابش هذا ما يسموه ملسلي. أما لما نعطيه التعليم مباشرة عند الديكوريشنز مثل الديكوريشنز زي كده معناته هذا اكسبسيتي اوكي زي كده الانبار سام زيرو توداي تساوي ماندي الاول عباره عن نوع من نوع ميموري الثاني عباره عن سترينج الثالث عباره عن بروجكت هذه الثلاثه عباره كلها عباره عن متغيره اوكي هذا ما عندي هذا نوع متغيره معناته كمان بالنسبه لي الاكسبريشنز او الاوبريشنز الموجوده موجودة معنا بالنسبة لي اللي هي أعداد معروفة اللي هي الديكريمنت 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 وهذه هي عبارة عن بينري يونري بلس بلس ساين وهي عبارة عن نيجاتيف هذه معناتها كم عدد هذا عدد 10 ماينس 10 أو بلس 10 ما هي الشد ما هي الشد مش معناها الاديشن سبسكريبت مش حق الزيت النافع هذا عبارة عن سالب موجب سالب الموجب اوكي وراح نلاحظ حسب الاسبقية حسب اسبقية معينة الاسبقية حقها دائما من اليمين للشمال بدا الموجود شو معك موجود هذه نسميها موجود شو معك موجود البرد بصل هذا البرد بصل لما تكون عبارة 7 موجود 2 كم من 1 يعني السبعة الباب اسمه على 2 عبارة عن 1 بعدين الديفيجنز بعدها الملتيبليكيشنز هذه عباره عن ماينس بلس طبعاً بالنسبه للاستبيه اللي بين ماينس بلس هي عباره عن طبعا كل القيم عباره عن تعطيك نمره وحقها الريزيدنس الاسبقية نفس الاسبقية الموجودة بجميع اللغات نفس الترتيب نفس بالنسبة لي معناتها مجموعة من البيلت ان فانكشنز او البيلت ان ميثودز قلنا بالنسبة للاوبجيكتس اللي بشكل عام كولكشنز من الميثودز والبروبرتيز والفاليوز زي كذا عندنا مجموعة مع الاوبجيكت اسمها الماء في ريدي ميد ميثودز كثيرة جدا زي الكوساين والساين والفلور والراوند هذه عبارة عن يعني اسمها ميثودز جاهزة او ادوات جاهزة وتقدر تستخدمها داخل الجافا سكريبت على بشكل جاهزة عندها مجموعة من الميثودز شو الميثودز؟ الميثودز اللي نقدر عن خلاله نوصل دي نعمل اكسس للاوبجيكتس اوكي نقوم بعمل معين الان مثلا بدي احسب لك الكوساين شو تحسب لك الكوساين مثلا نعمل الماء دوت مثلا فلور الفلور في الرقم بيكون مثل ما هو 1.5 هذا يعمل تقرير بيعطيك نفس الخطا العدد الصحيح بيعطيك العدد الكسري غير لما نعمل فان الماء دوت فان راوند اللي عنده 1.5 طبعا عندي كم؟ 2 طبعا عندي كمان في معنا الأوبجكت اسمها نمبرز كمان نمبرز هذه نقدر هذه عدة ميثودز ماكسيموم فاليو نعتبر الآن معنا مجموعة أرقام ماكسيموم فاليو عندنا معنا نمبر دوت ماكسيموم فاليو الدوت عشان نعمل عملية الأكسس هذه الآن بين الأوبجكت دوت
Any thoughts? I don't know the hands in the hand as well. The objects in the environment are the environment methods, the environment methods, the environment properties, the environment factors. Those study, I'm going to add their access. I said, how they are the methods, I'm going to add their access. The objects study, I say, not fair. The parameters are more good. The حساب the parameters are the other methods. إذا كنا نعمل معادلة قام بناشين سبب بين الأفراد رقم مصطلحات مع أوبجكت اسمها النمبر ما هو أوبجكت اسمها النمبر هذه كلها عبارة عن ميثودز بالنسبة للأوبجكت يعني عمل أوبجكت اللي عفوا اللي عبارة عن نمبر مثلا دوت ديجر دي نمبر دوت ماكسيمم فاليو نمبر دوت زيد انفينيتي يعطينا أكثر قيمة مالية أو القيمة النيجاتيف انفينيتي يعطينا قيمة لا نهائية بالسالب هو الباي اللي حسبنا بعد البوينت كم؟ الباي البوينت 14 عبارة عن دول جاهزة يعني دول جاهزة ممكن استخدامها هذه معنا بالنسبة للأوتوماتيك كونتريشنز ذات كريت اوفر فيو ريتر سيتي معنا في دال كمان اسمها او اوبجيكت اسمها ام اي ان اللي هي نوت معنا ثاني نوت النمبر زي ما نقسم الان نقسم على العناصر هي عناصر تطلع عدد كبير جدا عدد كبير جدا هذا في طاع اللي هي عباره عن ممكن نختبر بعد هذا عباره عن الداله اللي هي عباره عن نوت نمبرز از نوت نمبرز يعني مثلا ممكن اذا كانت مثلا اكس تساوي مثلا 10 باي 0 هذه ممكن نختبرها عن طريق الداله اللي هي از نمبرز اللي عباره عن قبل ما تعطينا ناتج هذا صار ناتج هذا بعنوان حاجه اسمها رانتام ايرورز اللي هي بالمشاكل يعني مثلا اذا الصعب على خطا بشكل البرنامج بتاعك يعمل عليه الله في عمل شت داون عمل شت داون رانتام ايرورز اوكي عشان نختبر قيمه الفاليو الصغيره انه عباره عن نوت نمبر مفروض على منطقه الداله يس ماذا نمبر سيدا كانت تنفيذة ترو معناته هذا في مثل هذه تتوى أقل معدل قد عمية تتوين أوكي فالنوت نمبرز ما نقدرهاش بنفسها ولكن نقدرها في اختبار بعض القيم خاصة القيم كبيرة جدا على أساس ما نفسش على أخطاء مع عمليات تنفيذ ما عندي حاجة للبدو هذا الموضوع موضوع شغلات التوم توم في بس بلس بلس تكتب سي بلس بلس ولا سي؟ سي بلس بلس جافا بلس 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 إذا أنت سي بلس 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 زمان عرفت يعني الموضوع حسيت كذا أنت نعمل كونجنيشن كونجنيشن بالنسبة للسترينج السترينج هذيك نضيف أكثر من string مع بعض عن طريق البلس بس لما تكون بين strings معناته زائد البلس لما تكون بين كوبيتين strings معناته نعمل عملية إطلاق للstring هذه combinations okay. يعني string الأول زائد string الثاني بعدين قلنا مثلا إذا كانت string الأول عشان التعامل مع النصوص عشان فقط بين المقام والمقام يكون في بين الـ
الاعطال البروف الاعطال ما دام لا في كوما او في مباشره نيشن رسميه منه ما عدا البرس ان البرس انتجر هذه تقوم رقمين على شرط ان يكون هذا الديجيتس موجوده في بدايه السترينج فتقوم بفصل الرقم هذا الى تتحول السترينج الى نمبر يقول لك عندنا هنا اذا استخدمنا البرس ان يكون هذا عباره عن عشره تقرا اول ديجيتس بعد ما توصل الى الارقام في هذا الموضوع هذا وتطبع نفس الشيء بالنسبه للبرس فلوت يتعامل مع هذه اسمها الريال نمبرز اوكي يكمل معنا ميثودز اسمه اللينك اللي طرحنا طول الاريز طول السلسله او طول السلسله الخفيه اذا كان معنا بسلسله معينه اذا كان الاس تي ار 1 او الاس تي ار 2 عباره عن سي دي عشان نكون في حاله كم طول السي دي هذه نعبر غرام اللي هي غرام مثلا نسموه لين تساوي اس تي ار 1 دوت لينك هذه بعدين كم بيكون كورس من السلسلة هنا؟ اثنين يعني كم عن السلسلة هو عبارة عن STR هذا عبارة عن مع السيستم يعني سوف يكون طول القطار ومع من معرف غير نسبين غير مثلا نسبين X XY XY هذه تساوي عبارة عن STR2.Link هذه عبارة عن Methods يعطينا كم هو السلسلة اوكي